طبعا نيجي بقى لمنتخبنا، منتخب مصر ومنتخب السنغال، ومباراه اعتقد هي المباراه الاهم. يعني تشوف كده الجدول الخمس مباريات، اعتقد كل الناس منتظره هذا الدويتو او الثنائي محمد صلاح وساديو ماني. انت كنت بتتكلم يا عمر على الخبرات، وبتتكلم على فتوح على سبيل المثال، ان انت خايف ان بعض اللعيبه يكون عندها الضغط الجماهيري او تواجد الجماهير ممكن ياثر بالسلب على ادائها. الجزء الثاني اللي عايز اكلمك فيه هو كيروش بيفكر ازاي في المباراه دي، هل حساباته مختلفه شويه لانك عندك مباراتين، يعني مباراه ان شاء الله بكره ومباراه يوم الثلاث، حساباته هتختلف القايمه وانضمام قفشه ثاني للمنتخب المصري، هل ده دليل ان في وقت من الاوقات ممكن كيروش يلعب رقم 10؟ يعني قول لي برضو رؤيتك من خلال القايمه، وتفتكر كيروش بيفكر ازاي في مباراه بكره؟ خلينا نقول من خلال القايمه وعوده محمد مجدي قفشه، هو ما اعتقدش ان كيروش هيلعب 4-2-3-1، هو هيلعب برضو 4-3-3، ولكن قفشه عوض اعتزال عبد الله السعيد وتواجد مكان عبد الله السعيد في قائمه منتخب مصر، ودي لحاجه مهمه جدا، وهو التحول التكتيكي في الملعب لكارلوس كيروش. ممكن في اي سيناريو من سيناريوهات المباراه يحتاج لدور صانع الالعاب ويحتاج لتحول هجومي بشكل معين، فما ينفعش ياخد قائمه كامله بدون صانع لعب رقم 10 زي محمد مجدي قفشه، وهو يعتبر انضمامه كان يعني متوقع، او يعني بعد اعتزال عبد الله السعيد هو الانسب للانضمام في المكان ده. طب انت شايف دونجا مثلا على سبيل المثال كان مفاجاه بالنسبه لك دخوله القايمه؟ احنا بنتكلم كل الاسماء، عمر جابر على سبيل المثال، هل كانت بالنسبه لك مفاجاه دخوله القايمه، ولا ده ايضا من ضمن التاكتكس والخريطه لكيروش في الفترات اللي جايه؟ عدم وجود محمد شريف على سبيل المثال وعوضا عنه مروان حمدي، هل يديك رؤيه معينه برضه للتكتيك اللي ممكن بيشتغل بيه كيروش؟ شفت ده ازاي برضه؟ بص يا كابتن، نبيل عماد دونجا هو دخل القايمه مرتين احتياطي مع كارلوس كيروش، بس هو بالنسبه وهو لاعب كويس جدا، لاعب كويس طبعا جدا، كل اللعيبه الموجوده ديت وانا يعني بحبه جدا جدا، لانه يعني بحبه جدا في الملعب، لانه هو لعيب بيحارب وبيعرف يضغط وبيعرف يستخلص كوره وبيعرف يشوط وعنده مهاره جدا في توزيع الكرات، ولكن ان هو يستبعد مهند لاشين اللي خده معاه كاس الامم الافريقيه وياخد دونجا، دي كانت علامه استفهام بالنسبه لي. صحيح، بالرغم ان مهند لاشين ظهر بشكل كويس جدا في الفترات الاخيره في الدوري المصري، كان بينزل، لا كمان حتى في امم افريقيا كان بينزل في اوقات كان صعبه، كان بينزل في اوقات صعبه، ولكن من وجهه نظري ان هو في كاس الامم كان عنده ثغره واضحه في حته فعلا الميد فيلدر المدافع، اللي هو عايز واحد زي دونجا بشكل صريح، اللي هو عايز واحد زي دونجا ينزل يقف في نص الملعب، ينزل يخلص في نص الملعب، لان يعني في كاس الامم الافريقيا في ماتش كان فيه حمدي فتحي مصاب لما جات له الضمه، فحس ان هو ناقصه اللعيب ده، لان هو كان عنده اكثر يعني تنوع اكثر من اللعيب اللي عنده صفات مهند لاشين. صحيح، فاعتقد ان هو خد دونجا تعويضا عن طارق حامد. الجزئيه الثانيه محمد شريف، انا ما اعتقدش ان في اي مهاجم في مصر او اي مهاجم تسعه من اللي موجودين في القايمه حاليا او من اللي موجودين في القايمه الاحتياطيه يعوض غياب محمد شريف. محمد شريف يعني ظهر بشكل مؤثر جدا جدا في الفترات اللي فاتت مع النادي الاهلي، والنادي الاهلي لعب افريقيا، ما نقدرش نقول ان هو لعب على المستوى المحلي. صحيح، لعب افريقيا ولعب افريقيا مع فرق كبيره في دوري ابطال افريقيا، فاعتقد ان محمد شريف مفيش بديل ليه في اللي متواجدين حاليا بما فيهم مصطفى محمد، لان مصطفى محمد في اعتقادي الشخصي لسه ما ظهرش مع المنتخب الوطني. صحيح، لسه ما ظهرش بالدور البارز مع المنتخب الوطني. محمد شريف يعني مهاجم من نص فرصه بيسجل، وخاصه في الفترات الاخيره محمد. كمان يعني والاثنين يقدروا يلعبوا جنب بعض في الملعب، لان ده ادواره مختلف عن ده، او ده يعني ده شكله مختلف وستايل لعبه مختلف عن ده، ولكن يعني بص احنا كلنا بنساند، احنا كل السبورت، انا كنت لسه هقول لك احنا بنقول كده مش عشان احنا اي لعيب موجود داخل قائمه منتخب مصر احنا سبورت ليه وبنشجعه، وانت افضل لعيب وهو احسن بالنسبه لنا، احسن لعيب في العالم دلوقتي، فكل لكن احنا بنناقش حتى زي ما بقول لك ممكن يكون بيفكر ازاي بالزبط. يعني كيروش ايه اللي بيدور في دماغه بالظبط، ولكن من دماغ كيروش اللي تقريبا قعدت معاه شهر كامل في الكاميرون، اعتقد ان هو اثاره الجدل حوالين محمد شريف
اللي هو لا انا عايز اللاعب اللي لو احتاجته 3 ثواني ينزل. هو بيفكر كده، انا عايز مروان حمدي هديله مهم كذا يعملها، انا عايز مروان حمدي هقول له اقف في الصندوق مثلا ما تطلعش، هينزل تحت، ما يضغط من تحت هينزل. اوكي. يمكن علشان كده خد مروان حمدي مكان محمد شريف، ويمكن عشان كده فضل مروان حمدي على احمد حسن كوكا. كوكا عامل اداء مبهر في عامل ارقام كبيره يعني جدا، سجل 8 اهداف تقريبا وصنع 4 اهداف مع النادي، يعني اعتقد ان هو كان اداء كويس جدا. ولكن تفضيل مروان حمدي اعتقد ان هو طيع في ايده شويه، يقدر يوظفه بشكل هو كبير. عايز الشكل ده، عايز عايز شكل مروان التيب حمدي ده، يعني عايز التيب ده، النوعيه دي من اللاعبين، بالظبط. ما يقللش طبعا من محمد شريف لا ولا ولا بيقلل يقلل من من اي كوكا حد، ولا من اي حد، لكن احنا يعني بنشوف. طب